السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اسلام بهجت ستورز، ومعاكم فيديو جديد لمنتج جديد من منتجات شركه سكاني. طبعا احنا شرحنا قبل كده الشركه يا جماعه، دي مش استيرادنا، احنا موزع ليها، بس شركه بفضل الله محترمه. وعندكم هنا في اليوتيوب في بلاي ليست كامله ل 90 او 95% من منتجات سكاني، وبنحاول على قد ما نقدر اي جهاز الكتروني او كهربائي او منزلي جديد بينزل بنعمل لكم فيديو ليه على الطبيعه، عشان انت كعميل عندنا في الستور سواء بتيجي تشتري على طول او تحب تبقى اونلاين الحاجه توصلك لحد البيت تشوف المنتج قدامك. وفي نفس الوقت احنا بفضل الله الناس بقت بتثق فينا كمرجع كويس جدا على اليوتيوب لاي منتج الكتروني. احنا النهارده معانا الخلاط السكاني، وزي ما احنا قلنا، انا اسف لو بعيد في النقطه دي كتير، رقم واحد عندنا في اي منتج الكتروني او اي جهاز كهربائي رقم الموديل. حضرتك ما تاخدش باسم البراند وما تاخدش بشكل العلبه. احنا النهارده اللي معانا ده خلاط سكاني، الموديل بتاعه 153. الخلاط ده الساعه بتاعته على الدوره 1700، بس هي فعلي 1500. تمام، هي فعلي كام؟ 1500. الخلاط ده 500 واط. الخلاط ده 500 واط، وزي ما احنا قلنا الساعه بتاعته الفعليه، يعني عشان يشتغل معاك بكفاءه ويبقى كويس جدا، هنقول لتر ونص او اللي هو 1500 مللي. الخلاط ده سرعتين مش سرعه واحده، وسرعاته كويسه جدا، وهنجربه مع بعض دلوقتي قدامكم عملي، وهتشوفوا شكله عامل ازاي. طبعا ده خلاط الشفره بتاعته 3 شفرات كويسه جدا، وده مزود معاه مطحنه صغيره او كبه صغيره زي دي كده، يعني هو يعتبر 2 في 1. بيتقال عليه كتير جدا في السوق المصري خلاط 2 في 1، عشان حاجتين. اولا انا اسف، اولا عشان هو سرعتين، ثانيا عشان هو كبه او مطحنه صغيره يعني. وخلاط الخلاط ده مناسب جدا للخضروات والفواكه والاستخدامات التانيه كتير جدا. لو حبينا ناخد شكله بسرعه كده، اقرب على العلبه. ده شكل العلبه يا جماعه من قدام اهي، هي بتيجي بالشكل ده، وهتلاقي نفس الديسكريبشن اللي انا قلته، نفس المواصفات، 500 واط 1500، 2 سرعه. طبعا فاست كليننج، بتنضف بسهوله جدا. وده شكله خلاط 2 ان 1 او 2 في 1 زي ما انا قلت لحضراتكم بالظبط. لو حطينا كده العلبه دي علشان المساحه، وحبينا نشوف شكل الخلاطات هنا، ده شكل الكبه معانا تمام، وده شكل الخلاط. زي اي خلاط طبعا احنا عارفين اكيد، ست الكل اللي بتتفرج عليا اكيد هتبقى عارفه الاستخدامات دي، بس انا بقى يعني لازم الحاجات دي لازم اقولها برضو. احنا عندنا اي خلاط بيبقى فيه تكه امان كده، انا عندي وانا بفتحه كده اهو تمام، وعندي وانا بقفله انا بحط الخلاط هنا عادي جدا، باخد بالي من الحته دي مع الحته دي، بحطها كده وبلف كده لحد ما اسمع التكه دي، ومشغلش الخلاط عشان السيفتي بتاع حضرتك قبل ما تسمعي صوت التكه دي. لو قربنا هنا كده على الدوره هنلاقي مكتوب 250 500 750 1000 1200 1500 1800 او اللي هو ال 1700 اللي انا قلت عليه، بس هو في الديسكريبشن بتاعه لحد 1500. دول السرعتين بتوعه اللي هم الصفر والواحد والاثنين، ومزود هنا معايا يعني القفل بتاع الدورق من فوق اللي هو زي ده كده، عشان لو حضرتك هتحط اي حاجه وانت شغاله. طبعا احنا كلنا عارفين الموضوع ده، برده نفس الفكره، وانا بقفل هنا عندي دي كده بحطها مع دي وبلف كده، برفع ما بيرفعش معايا، يبقى انا اتاكدت ان هو كده مقفول تمام. طب انا بالنسبه لي برضو في المطحنه الصغيره دي طريقه شكلها عامل ازاي؟ انا بفتح كده عادي اهو وبسمع التكه دي كويس. لو حابين نشوف شكله برضو من هنا، ولو حابين نشوف شكله من ورا المواصفات بتاعته، عندي المطحنه او الكبه دي كده نفس الفكره بالظبط. هبص على الحته دي، تمام، هلف كده، كده هو قفل معايا. لو حابين برضو تسمعوا صوته او سرعته عامله ازاي، دقيقه واحده بالظبط. تمام، ده كده شكله قدامنا اهو. من هنا كده حابين نشوف برضو الخلاط نفسه، تمام يا جماعه. يبقى ده كده طريقه تشغيله، شكله، سرعته عامله ازاي، صوته عامل ازاي، تمام. وزي ما احنا شفنا كده قدامنا دي السرعات بتاعته، دي طريقه تشغيله. طبعا انا عندي هنا
اولا نسيت اقول لحضراتكم الجيل هنا دي شغال كده عامل كده. طبعا احنا عارفينها اللي هي دي اول لما انا بشغل يعني في لحظات كده، انا عايز حاجه لحظات بعملها كده. عشان طبعا دي انا نسيت اقول لحضراتكم عليها عشان طبعا بتبقى مهمه جدا، في ناس بتسال عليها في بعض الخلاطات. يا رب اكون قدرت ان انا افكه على قد ما اقدر. للاسف الاسعار الفتره الحاليه في مصر مش مستقره، فمش هقدر اقول السعر في الفيديو، بس نفس الفكره بالظبط. حضرتك ارقامنا تحت الفيديو، ارقام الكول سنتر هتكلمهم في خلال مواعيد العمل اللي هي من 11 ل 9، وما تنساش ان يوم الجمعه اجازه، هيردوا عليك باي استفسار، سعر المنتج، ثمنه، ثمن الشحن لحد مكانك، ونوفر خدمه لحد باب البيت. حضرتك شفت الفيديو كمرجع بس للخلاط، دي حاجه تشرفنا طبعا. وما تنساش اهم حاجه، اسلام بهجت ستورز احنا بفضل الله اصل الالكترونيات. شكرا.